كتب في لغة الحرب أن تفقد القصة الكاملة من نوم هانئ أو كلمة تعني الحياة، وهذا وجه من بين الوجوه التي رسمت اسم أمنيتها، فلا شيء غير فلسطين تكتمل فيها قصص الحب في غزة. وعلى خلاف ما يحدث من حرب وقسوة في لغة الموت التي تتقنها إسرائيل، إلا أن هذا عرس مختلف بنكهة مختلفة يزف فيه الشهيد، وقد تكون الهدية على شكل صاروخ لم ينفجر عشقا في تفاصيل عرس جديد. وهنا أيضا نكهة بمذاق الشهادة، دمعة تحرقها الروح الغائبة غادرت قبل قليل حي الأهازيج الشعبية في غزة، لكنها لم تغادر كلمات تردد في الصدى: زغردي يم الشهيد وزغردي. أما أنس اليازجي فهو العريس المنتظر الذي كان يهيئ رسالة عشق لخطيبته، منعها صاروخ من الوصول إليها. صار القصف، بحكي لها تخبي، الرسالة ما وصلتش. تمام، الحمد لله رب العالمين، صاروا يطلعوا للشهداء وطلعوا الشهداء. المهم روحت بتفرج بدي اودعها، لقيتها بتضحك، قلت والله انك انت احسن مني. فذهب اليها وبحث عنها يخبرها ما في قلبه وما يريده. ان لله وانا راجعون، هذا امر من الله. انت قديش لك بتدور عليها؟ قديش لك بتدور عليها؟ عايش بدور على خطيبتي. على خطيبتي صار لي تقريبا يومين صار لي بدور عليها، ولو برجع بدور وبالاخير الاقيها في الثلاجه بتستنى فيا. حتى وان غيبها الموت شهيده، الا ان عرسهم في الجنه، وكانه يؤلف حجرا ويؤلف سلاحا في وجه الموت. تقول ضحكه العريس: نحن نحب الحياه اكثر. واكثر من هذا ان لغزه عرسا لم يتوقف بعد، فما يزال هذا الختيار يعزف بالشبابة بالناي ليلة فرح غزاوية.